بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. تلاوتنا في هذه الحلقة من الآية السادسة بعد المئة إلى الآية العاشرة بعد المئة من سورة المائدة، كما هي العادة أتلو التلاوة المنهجية وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لمن أراد أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. عندنا اتصال من ابتسام. أهلا وسهلا. أهلا. نقرأ سورة. أعوذ بالله من الشيطان.
من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني تمام أختي ابتسام، واصل القراءة لو سمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما يصدرون وما أنتم للأسف أختي ابتسام، يبدو أن المكان الذي أنت فيه التغطية فيه ضعيفة، لو تكوني في مكان فيه تغطية وتعاودي الاتصال بنا بارك الله فيك. معنا عبد الرؤوف، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قطع الاتصال مع عبد الرؤوف، لو تعيد الاتصال بنا بارك الله فيك أخي الكريم. ننتقل إلى فاطمة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا فاطمة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطاً لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعطاء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حسبك بارك الله فيك يا فاطمة، ما شاء الله قرأت علينا من سورة الصافات قراءة جميلة، زادك الله توفيقا. معنا محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي الكريم، نحمد الله، تفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خلاص. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله قراءة جيدة. أريد منك أن تعتني بالوقف والابتداء، حاول أن تتقيد بعلامات الوقف الموجودة في المصحف، وأن تتقيد بالوقف على رؤوس الآية. مثلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، أنت وقفت ثم استقاموا وبدأت تتنزل عليهم الملائكة، كان الأولى ألا تقف هنا، ينبغي أن تصلها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لأن هذه الكلمة التي بدأت بها بعد أن وقفت على استقاموا هي متعلقة بما قبلها من حيث المعنى، ومتعلقة بما قبلها من حيث الإعراب. معنا سامية، أهلا وسهلا. تفضلي يا سامية اقرأي. دانا. أي سامية أقري، تفضلي. دانية، دانية. طيب أنا آسف يا دانية. دانية اقرأي. نقرأ سورة الفاتحة. يا سلام، هاي أقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يحفظك يا دانية، بارك الله فيك. طيب محمد، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ نحمد الله يا محمد، تفضل. نقرأ القرآن. يا سلام، وحدا نديرو في إحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما تقلقلش الذال، فهي إلى يا محمد. نعم. فهي إلى الأذقان، ما نقولوش الأذقان، الذال هنا مش حرف مقلقل. فهي تعرف يعني حروف القلقلة صح؟ إيه يعني إيه؟ لا إلى الأذقان. إيه فهي إلى الأذقان، الأذقان. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل
كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا حسبك يا محمد. ما شاء الله، قراءة جميلة، زادك الله توفيقا. في الآية التاسعة بعد المئة قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان. هذه سأذكر الخلف الذي فيها، لكن عندنا اتصال من صهيب. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انقطع الاتصال مع صهيب. من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان. قرأ حفص رحمه الله من الذين استحق، هكذا بتشديد التاء وفتحها، بتخفيف التاء، التاء مفتوحة فقط وحاء مفتوحة وقاف مشددة مفتوحة، من الذين استحق عليهم. طبعا حفص هو الذي انفرد بهذه القراءة، جمهور القراء من الذين استحق، من الذين استحق عليهم الأوليان، هكذا يقرأ أبو عمرو رحمه الله تعالى. أما حفص ونافع براويه قالون وورش من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان هكذا. هذا هو كل الخلف في فرش الكلمات القرآنية بين رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش ورواية الإمام الدوري ورواية الإمام حفص رحمهم الله جميعا. ننبه إلى بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه في هذه الصفحة. عندنا أولا في الآية الثامنة بعد المئة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. طبعا آخران الراء مفخمة لأن الراء مفتوحة، وغيركم الراء مرققة لأن الراء مكسورة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ننتبه إلى لفظ الأرض. الأرض فيها همزة مفتوحة، وبعد الهمزة المفتوحة عندنا راء ساكنة، والراء الساكنة المفتوح ما قبلها، الآن عندنا راء ساكنة وهي راء كلمة الأرض، قبلها مفتوح وهي فتحة الهمزة. الراء الساكنة المفتوح ما قبلها هي راء مفخمة، لكن ننتبه هنا لا نترك الهمزة المستفلة المرققة تتأثر بهذه الراء المفخمة، بمعنى لا نفخم الهمزة تبعا للراء التي بعدها. نسمع كثيرا من إخواننا يقرأها الأرض الأرض. الأرض هذه همزة مفخمة، والعرب لا تفخم الهمزة أبدا. الهمزة هي حرف حقه الاستفال ومستحقه الترقيق، فهنا ننتبه لابد أن نصفي وأن نخلص الحروف من بعضها. همزة مستفلة مرققة ثم ننتقل إلى راء مفخمة. همزة مستفلة مرققة الأرض، ثم ننتقل إلى الراء المفخمة التي بعدها. لابد من تصفية وتخليص الحروف من بعضها، لابد أن ننبذ حروف القرآن حرفا حرفا. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هنا عندنا الصاد من كلمة فأصابتكم، هذه صاد مستعلية مفخمة وهي في أعلى مراتب التفخيم. لماذا؟ لأنها صاد، والصاد هي بالإضافة إلى كونها حرف مستفل حرف مفخم
وحرف مستعل فهي حرف مطبق، وحروف الاستعلاء المطبقة هي أشد تفخيما من حروف الاستعلاء المستفل المنفتحة. حروف الاستعلاء منها حروف مطبقة ينحصر صوتها بين اللسان وبين الحنك الأعلى، وهذه الحروف هي الصاد والضاد والطاء والظاء، ومنها حروف منفتحة لا ينحصر صوتها بين اللسان وبين الحنك الأعلى. الحروف المستعلية المطبقة هي أشد تفخيما من الحروف المستعلية المنفتحة. أيضا هنا الصاد هي مفتوحة بعدها ألف، وحرف الاستعلاء المفتوح الذي بعده ألف هو في أعلى مراتب التفخيم. معنا موسى، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم، الذي خلق الموت. الذي يقوم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعد من البداية يا موسى. يا نعم. موسى أعد من الأول لأن الصوت انقطع فجزء لم أسمعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو العزيز الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر. يبدو أن عندنا مشكلة في الاتصالات مع الأسف في هذه الحلقة، الاتصال انقطع مع أخينا موسى. يا موسى قراءتك جيدة، لكن أريد منك أن تعتني بأحكام التلاوة أكثر، خاصة أحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق. تعرف على هذه الأحكام وحاول أن تطبق هذه الأحكام في قراءتك. طبعا أحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق أنا شرحتها في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج، وكل الحلقات موجودة على يوتيوب. معنا علي، أهلا وسهلا. خير، حياك الله يا علي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. وإن نعمة ربك المجنون. وإن لك لأجرا غير مجنون. وإن لك لخلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. حسبك يا علي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة غدا في مثل هذا الوقت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا. تلاوة